السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس من دروس المراجعة، سعيدة بلقائي معكم، هيا بنا إلى درسنا اليوم وهو أنواع الجمل. قبل أن نبدأ في درسنا اليوم، لابد أن نتذكر مع بعض أنواع الكلمة. تنقسم الكلمة في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. وقلنا إن الاسم اسم إنسان، نبات، حيوان، جماد، صفة. وقلنا إن الاسم ليه علامات. إيه هي علامات الاسم؟ أول حاجة من علامات الاسم قبول الألف واللام، قبول تاء المربوطة، إن كلمة بتبقى آخرها تاء مربوطة. التنوين، تنوين بالفتح، بالكسر، بالضم. دخول حرف الجر، حروف الجر بتدخل على الأسماء. تاني حاجة دخول ياء النداء، أداة النداء بتدخل على الاسم. وقلنا كمان إن الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. وأنواع الفعل في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، هي فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. الفعل الماضي هو ما دل على حدث تم وانتهى في الزمن الماضي، زي كتب، يدل على فعل الكتابة في الزمن الماضي. أما الفعل المضارع هو ما دل على الزمن الحاضر والمستقبل، مثل يكتب. أما الفعل الأمر بطلب منه حدوث الفعل بعد زمن التكلم، اكتب. ثالث حاجة أخذناها هي الحرف. إيه هي الحروف؟ أخذنا حروف الجر وحروف العطف. الحرف ليس له معنى بذاته، وإنما يتضح معناه إذا دخلناه في جملة مفيدة. خدنا حروف الجر وحروف العطف. حروف الجر هي من وإلى، عن وعلى، في والباء والكاف واللام. وحروف العطف فاء، ثم، أو. تاني حاجة نتذكر مع بعض أنواع الجمل. عندما تجتمع الكلمة، قبل أن نبدأ في درسنا اليوم، لابد أن نتعرف ما معنى الجملة. الجملة هي أكثر من كلمة بيوصل فكرة معينة أو مفهوم معين، ولها معنى. ممكن أن تكون ثلاثة كلمات، أربع كلمات، لكن لها معنى معين ومفهوم معين، مثل الشمس مشرقة. هذه جملة لأنها أكثر من كلمة ومفهومة ولها معنى. وعندما تجتمع الكلمات لتكوين معنى مفيدا فإنها تسمى جملة. لما تجتمع الكلمات لتكون معنى مفيدا فإنها تسمى جملة. والجمل إلى نوعين: جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية لتحديد، إزاي نحدد الجملة الإسمية من الجملة الفعلية؟ لتحديد نوع الجملة ننظر على أول كلمة في الجملة. إذا كانت اسم تكون جملة إسمية، وإذا كانت فعل تكون جملة فعلية، مثل الطالب المهذب محبوب من الجميع. هذه الجملة ننظر إلى أول كلمة في الجملة، الطالب. ما نوع الكلمة في هذه الجملة؟ بدأت بألف ولام من علامات الاسم، إذن هذه جملة اسمية. لماذا؟ لأن أول كلمة في الجملة اسم. مثال: ذهب الطالب إلى المدرسة صباحا. ننظر إلى هذه الجملة جيدا، ما نوع الكلمة في هذه الجملة؟ الكلمة الأولى ما نوعها؟ ها، فعل ولا اسم؟ هذه فعل. فعل إيه؟ فعل ماضي، ذهب، حدث وانتهى. هذه بدأت بفعل، إذن هذه الجملة جملة فعلية. إذن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، والجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم. مثال آخر: النباتات غذاء للإنسان. ما نوع الكلمة بدأت بها هذه الجملة؟ النباتات. بدأت هذه الكلمة، هذه الكلمة بدأت بألف ولام، أول كلمة في الجملة بدأت بألف ولام، إذن هذه اسم.
إذن هذه الجملة بتسمى جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. انطلق الجد صباحا. ما نوع الكلمة بدأت بها الجملة التالية؟ هذه الكلمة انطلق فعل ماضي. إذن هذه فعل. إذن الجملة، ما نوع الجملة؟ جملة فعلية. أحسنت، جملة فعلية. إذن تسمى هذه الجملة جملة فعلية، والجملة الأولى تسمى جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. نستنتج أن الجملة في لغتنا نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية هي التي الجملة التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. نتذكر مع بعض أن أنواع الجمل في اللغة العربية قسمان، اسمية وفعلية. اسمية مثل البيت جميل. ما نوع الكلمة في هذه الجملة؟ الكلمة الأولى البيت، نوعها اسم لأنها من علامات الاسم الألف واللام. إذن دي جملة اسمية. يبقى الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. ما نوع الكلمة الثانية أو الجملة الثانية؟ يلعب الطفل. هذه ما نوع الكلمة في الجملة؟ أول كلمة في الجملة فعل. إذن هذه جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل. يبقى ينقسم الجمل في اللغة العربية إلى قسمين، جملة اسمية جملة فعلية. جملة اسمية التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. وهذا لتحديد الجملة الاسمية من الجملة الفعلية. نحدد نوع الجملة ازاي؟ ننظر إلى أول كلمة في الجملة. إذا كانت اسم تكون جملة اسمية، وإذا كانت فعل تكون جملة فعلية. النشاط الأول، ميز الجملة الاسمية من الجملة الفعلية فيما يأتي. يخرج الناس إلى الرياض المزهرة. ما نوع الكلمة في الجملة فيها الجملة هذه؟ فعل أم اسم؟ يخرج فعل، بيدل على فعل إيه؟ فعل مضارع، بيدل على الحاضر والمستقبل. إذن هذه الجملة، ما نوع الجملة؟ جملة فعلية. أحسنت. الوعي الصحي مطلب ضروري. ما نوع الكلمة في الجملة في هذه الجملة؟ أول كلمة في الجملة. ننظر إلى أول كلمة في الجملة. إذا كانت اسم تكون جملة اسمية، وإذا كانت فعل تكون جملة فعلية، ونحددها. الوعي فعل أم اسم؟ هذه اسم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة بدأت بالألف واللام واسم. يبقى هذه الجملة جملة اسمية. تسر المخلوقات بجمال الطبيعة. تسر هذه الجملة جملة فعلية أم جملة اسمية؟ هذه الكلمة فعل. إذن هذه الجملة جملة فعلية. ننتقل إلى الجملة التي بعد ذلك. الصحيح الجسم ينعم بالحياة. ما نوع الكلمة في هذه الجملة؟ أول كلمة في الجملة. الصحيح بدأت بالألف واللام. إذن هذه اسم، تكون الجملة اسمية. أحسنت. النشاط الثاني، حول الجملة أو الجمل الفعلية الآتية إلى جمل اسمية. لتحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية أو جملة فعلية إلى جملة اسمية نعمل إيه؟ لو عندنا جملة اسمية وعايزين نحولها لجملة فعلية، نضع الفعل في أول الجملة. لو عندنا جملة فعلية وعايزين نحولها اسمية، نضع الاسم في أول الجملة. مثال الأول، ذهب أحمد إلى النادي.
أو ذهب أحمد إلى النادي. ها فين؟ ننظر الأول الجملة، الأول الجملة بدأت بفعل، إذن هذه الجملة جملة فعلية. أين الاسم في الجملة؟ أحمد. نضع الاسم في أول الجملة لكي تحولها من جملة فعلية إلى جملة اسمية. لو نظرنا على هذه الجمل جميعاً، انظر يا صديقي على هذه الجمل جميعاً، ستلاحظ أن هذه الجمل جميعها جملة فعلية. وكي نحولها إلى جملة اسمية، نضع الاسم أول الجملة. ذهب أحمد إلى النادي، نقول أحمد ذهب إلى النادي، أو أحمد ذهب إلى النادي. قرأ الطفل القصة. قرأ الطفل القصة. هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ أول كلمة في الجملة قرأ، فعل، إذن هذه جملة فعلية. أين الاسم في الجملة؟ الطفل. من الذي قرأ؟ الطفل. من الذي فعل الفعل؟ الطفل هو الفاعل. إذن نقول نحولها من جملة فعلية إلى جملة اسمية، نضع الاسم في أول الجملة ونقول الطفل قرأ القصة. ساعد الولد أمه. هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. ساعد الولد أمه، نقول الولد ساعد أمه أو أمه. إذن حولنا من جملة فعلية إلى جملة اسمية. يرضى الله عن المؤمنين. يرضى، أو هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل. أين الاسم؟ الله. نضع الاسم في أول الجملة لتحولها إلى جملة اسمية، نقول الله يرضى عن المؤمنين. شعر الضيف بألم شديد. هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ هذه جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. شعر، طيب أين الاسم؟ الضيف، لأنها فيها ألف ولام وأنها اسم. نضع الاسم في أول الجملة لتحولها إلى جملة اسمية، فنقول الضيف شعر بألم شديد. النشاط الثاني أو النشاط الثالث، حول الجملة الإسمية الآتية إلى جمل فعلية. يعني هذه الجمل لو أو نظرنا في هذه الجمل، سنلاحظ أن هذه الجمل جميعها جملة إسمية، جمل إسمية، لتحولها إلى جمل. لماذا جمل إسمية؟ لأنها بدأت باسم. الفلاح، النحل، القمر، الفلاح، النحل، القمر، كلها جملة ها اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. لتحولها إلى جملة فعلية، نضع الفعل في أول الجملة. أول مثال نقول معا، الفلاح جمع القطن. من الذي جمع؟ الفلاح جمع القطن. هذه جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. ولتحولها إلى جملة فعلية، نضع الفعل في أول الجملة. أين الفعل؟ جمع، جمع فعل ماضي. أحسنت. نضع الفعل في أول الجملة ونقول جمع الفلاح القطن. يبقى جمع الفلاح القطن. النحل يصنع العسل. هذه جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. ولتحولها إلى جملة فعلية، نضع الفعل في أول الجملة. أين الفعل يا أصدقائي؟ ها؟ النحل يصنع العسل. يصنع، يبقى يصنع الفعل، نضعه في أول الجملة. نقول يصنع النحل العسل. ثالث جملة، القمر يظهر ليلا. هذه جملة اسمية أم جملة فعلية؟ ها
ننظر إلى أول الجملة. القمر جملة اسمية، لماذا؟ لأنها بدأت باسم. لتحولها إلى جملة فعلية نضع الفعل في أول الجملة. أين الفعل في الجملة؟ يظهر. نقول يظهر القمر ليلا. كل هذه يا أصحابي جمل اسمية تم تحويلها إلى جمل فعلية. وفي ملحوظة صغيرة لازم أقولها لكم، إن إحنا الفعل إذا كان أول الجملة لم يجمع، الفعل لما يكون في أول الجملة ما بيجمعش. وبهذا قد انتهى حديثنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.